حبيباتي احبائي، اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا الشباكيه التقليديه. غتبقى معايا باش نشوفوا طريقه التحضير ديالها، والمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. دونك غادي نبدا دابا نخلط كلشي. دابا غادي ناخذ هذا الكاس ديال الماء الزهر، غادي نبدا نجمع به. ودابا غادي ناخذ كاس الماء، حيت داك الماء الزهر من غير كافي باش يجمع لنا كاع هاد العجين. غادي نديرو فيها جوج كيسان ديال العنبه. دونك غادي على حسب الدقيق، انا غادي نشوف عيني ميزاني. غادي ندير الكاس العنبه هو الاول، ندير واحد هو الاول، ومن بعد نشوف واش غادي نحتاج ثاني ولا لا. دونك غادي نحتاج ثاني، دونك غادي نديرو جوج كيسان ديال العنبه الماء باش نجمع العجين. يعني فيها كاس ديال الماء الزهر، وعندنا جوج كيسان ديال العنبه الماء. ودابا من بعد ما دلكتها غادي نحاول نقطعها قطع صغيره. وغادي نديرهم دوائر هكذا كيف تشوفوا، يعني دائره بحال هذا الشكل، وغادي نوضعوها في هذا الصاك. وغادي ناخذ شويه ديال لافارين وتنديرو هنا، وتنطلقوا العجينه ديالنا، تنطلقوها بحال هذا الشكل هكذا، وتنديروها هكذا وهكذا، وتنخليوها ترتاح على نفس الساك. تنحطوها بحال هذا الشكل هذا، وتنسرحوها نديرها بحال هذا الشكل هذا، وغادي نخليها ترتاح، وغادي نديرهم هنايا يرتاحوا. هاد الطي هذا مهم، لانه هو تيعطينا هذاك الجعاب في الشباكيه. غادي نخليهم هنايا يرتاحوا واحد شويه. من بعد ما ورقتها في الماكينه وسرحتها ولات رقيقه على هذا الشكل، غادي دابا نوريكم الطريقه ديالتي ديال الشباك. يعني هاد الطريقه تجيني انا سهله. غادي نوضع الاصبع ديالي غير الراس، ندير الاول الثاني الثالث هنا الرابع. غادي ناخذ هذا غادي نوضعو الثالث كيف تشوفوا، وغادي نهز هادو اللي لاصقت، غادي نهزهم هكذا، غادي نحطهم هنا على الاخر نيشان. وغادي ناخذ هذا هو وهذا، غادي اكارطيهم هكذا، يعني نوسعهم كيف تشوفوا، غادي نوسعهم هكذا، وغادي ندور لهنا، وغادي نلصق هاد الجنيحه اللي خارجين، غادي نلصقهم بحال هكذا، وغادي ندور، غادي ندير بحال هكذا، نلصق هاد الجوانب مزيان، وغادي نحل، غادي نحل بحال هكذا ونزير مزيان من لهنا كيف تتشوفوا، وتتجي بحال هذا الشكل هكذا، تتجي غزاله ورائعه. دونك هنايا غادي نوضعوا خمسه الاشرطه، يعني الخطوط، واحد هنايا، الثاني، الثالث، الرابع، والخامس هو هنايا. وغادي ناخذ بحال هكذا، غادي نحط هنا كيف تتشوفوا، يعني ناخذ الاول ونحطو على الثالث، وكذلك غادي ناخذ هاد الجوج هادو اللي حطيتهم واحد على الاخر، غادي جا نحطهم على هاد الاخراني، هاد الاخراني هذا غادي نحطهم هكذا، وهادو غيبقاو لنا هنا جوج، غادي نشدهم نديرو لهم بحال هكذا،
وغادي نلاصقوا هادو اللي هنايا لتحت هكذا، وغادي نجبدو هكذا نطلقوا، وغادي نجمعوا الجنيبات كيف تشوفوا هنا. غادي نقص واحد شويه وغادي نجمع الجنيبات هما هكذا، وغادي تجينا بحال هذا الشكل هذا كيف تشوفوا، تيجي شكلهم رائع. هنا ملور هكذا من هنا تمشي رائع، يعني ما تنقيسوش الفوق لا حتى شي حاجه، هي تنجرو وتبقى لنا يعني واخا تنقليوها تتبقى لنا محلوله، تتبقى لنا هكذا محلوله. تبارك الله خرجت لي هذه الكميه كامله كيف تتشوفوا، يعني الكميه كامله خرجت. ودابا من بعد ما شبكنا وسالينا غادي نقومو دابا بالقالي ديالهم، من بعد ما سخنت الزيت غادي نبدا باللولي اللي شبكت يعني على نار مهيله. فوالا دابا من بعد ما تحمرات لينا الشباكيه ولات على هذا اللون، غادي نهزوها وغادي نديروها في سقطر هكذا، غادي نضيفوها هنايا غادي نضيفوها تشوفوا، غادي نحطوها يكون العسل بارد والشباكيه سخونه، ونطفيوها في نطفيو الشباكيه في العسل بارد يعني بشويه. تبارك الله هي قابضه راسها يعني ما تتهرش. غادي نكملو المرحلة، يعني عندي الزيت كتير يعني غادي نضيف واحد الكمية كبيرة باش تسهل عليا دغيا نزولها، يعني باش منضيعش الوقت. ودابا من بعد غادي نحيدها من العسل كيف تتشوفوا، نسطرها مزيان وغادي نحطها في الكسكاس هنايا باش تصفى ليا مزيان، وغادي نكمل الطريقه. يعني كيف تتشوفوا تجي رائعه هذا الشكل. نخليها هنايا تسقطر واحد شويه ونديرها في الطبسيل، وغادي نكمل هنايا كيف تتشوف. ودابا من بعد ما تحمرات لينا وتقربلات كي تجي غزاله هكذا، غادي نطفيوها في العسل مباشره. وغادي نحطهم هنا وغادي نضيف عليهم السنجلان، فوالا تيجي الشكل ديالها هكذا رائع ومحلوله كيف تتشوفوا، تتجي يعني مغليضه رقيقه، واخا تبان لكم هكذا في الكاميرا في الزوم مي هي رقيقه.
حتى تشوفوا، يعني تجي مجعبة. حبيباتي احبائي، وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى انه يعجبكم والوصفة تجربوها، وما تنساوش تابونا وتفعلوا الجرس، واللي تابونا مرحبا بي، واللي باقي حتى هو كذلك مرحبا بي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.